بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب المؤذنان للمسجد الواحد. هل مسجد لمن مؤذن لنكره وإبنان تأويح كيمت. أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الله بن دينار العدوي مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بالليل. بلال بن رباح نبو حور يؤذن بالليل هبين مؤذاما، فكلوا اتكعنا وصحورتا واشربوا حبا حتى ينادي إله كآدام ابن أم مكتوم. إن مكتوم أم مكتوم ويل كيدي ومركع عبد الله مقعس الله إذا أما حمر لبضع مقع بعضه بلو بدن ياهي. حديث كان مركز شيخ عبد الشنا يا رحمة الله تعالى عليه إن مسجد كواحد كأه، لأن المسجد النبوي هذا لقاه الله إياه. إن لبم مؤذن ويالن كرو مؤذن أذامه حلقون لقارين يمؤذن أذامه مركز صلاة ودلا عدو واقو بريو مركز. إن بلالا يؤذن بالليل تاسوي عبد الشنا يا شيخ إيوه حتى يؤذن إمن مكتوب. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث بن سعد عن نشاب الزهري عن سالم ابن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوب، فكلوا سحورت واشربوا عبوا واحد ضونتان حتى تسمعوا إلى أن مقشان تأذين ابن أم مكتوب. أم مكتوب ويلك يدي آذان كتلاء مقشان. حديث كان مرك وحاء وشيخ ودلي شذائين مؤذن لبن مؤذن ومسجد واحد كأي لنكره. جمهور أهل العلم أما خاصة شافعية ذئيه مالكية ذي حنابلة بضن كون وحي ودلي شذان إن صلاة الصبح لآذان كره أيضا أبو بريين أو مرك أو يبطأ أيضا دلاعين وطمان ساعة يسقال ساعة بل لآذان كره حلي هور لآذان كره. إن بلالا يؤذن بالليل ومركا أيد ويا هاي آذان أي ليلة هي صلاة الصبح وكهر رية في الدلاع أيضا كاللباد مركا آذان كي صلاة ويا هاي ساسة أدلي الشذان علماء بدنا وحيليين آذان كان هوري آذان هذه قرص عنجرين ما أهين بش رمضان آذان كقولون بوها والله وطلق علي روحي سحور تكدها ينو سحورته روحي كيف ينو توته روحي تكنا يستوجي ينو كطلق علي وقال ينو وقت قدوي هاي وصلاة حلقة قيل لهاي مركا حديث فانا قتل معناها صريحة مركا وآذان كقونيها صلاة الصبح خاصة بشر رمضان آذان صلاة ابن ما أهيني وهي آذان وقت من نبي وآذان لو طلق لي إن نينكي حلو دان تكان هين أون نقضي قولي وقصو حردون دو نينكي جيفين أو طوطو وحل تكان كرتو كدو آذان نوع عصل لو طلق لي بو أهم وين آذان صلاة ما أهين بعلماء إليه رأي قاس رأي آذو حق بدان وهي أدي لبن بانا تابيريسة لكن نقا شافعيا وحان لي رأي سكب دائن أفر صاعي يتمن صاعي استغلت على أذامي بعد نصف الليل بهدي لجارو ولا أذامي كراء وثلث الليل آخر بهدي لجارو والغرب فان كراب إذا الشافعي يدو دليل بدناه وشملها. باب هل يؤذنان جميعا أو كرادا. لبدي مؤذن مسك واحد كاود الجوي ما اسمر بي أذامها يعني واسلق هذا اسلجي بنا يعني أذانك أو كرادا مزقون قونية كلي كريم وكلا أذام. أخبرنا يعقوب إبراهيم الدورقي قال: حدثنا حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر العمري عن القاسم ابن محمد بن بكر الصديق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أذن بلال بلال هدو أذامه فكلوا اسكتوا حورته واشربوا عبا حتى يؤذن إلى أذامه ابن أم مكتوم. أمي مكتوم ويلك يا عبد الله أما عمر أه وذات إنه أيوة هاي ومركاسي قيام بضون قارئة نبي صلى الله عليه وسلم دور يتبنقر كبضا وكغتق المدينة أصوى النبي غزو أبحى جهاد أبحى مرك أبحى بإنت بضا أصوى كغتق جزي إلى دور يتبنقر أي مدينة اللي وقد جاي خليف والنبي كغتق جاي واجد دمنا دقالك قادسية خلافة عمر بعي سعد وقاس هو جامعي بكشي ذي صور إن دولا أيوة هلا يكحوي الرأي وحكلا دنتري وعي رأي هذا يا عالم كي من درة مسلمين تان حجينها يا سيد الراجع مركا من واقع الشيء ذوي. قالوا وحي العايش ولم يكن معهم بينهما أي بين الأذانين أذان كبلال يمد كابن أم مكتوم
إلا أن ينزل هذا إنه كان صوت دقم ويون ويصعد هذا ماشى من بركة أما مسألة دوشي سيد سطحك إلا كولها إيو إنه من نكس دقم إنه ودوامر أو لحين جرتي وإذا قاكو حيلين بلال بكو يرداه جري حيري إن بلال يؤذن بالليل إيو آلاك المكتوم يا بلال كيس وحاود حي إنه إنك أن صوت دقم كان ودوامره سورة قال ما هي بلال بكو يرداه جري وماشى حيوه حالة فيرين جري كدبنا مركو وقت دوالا اما دلاع ايو دوامر جري ابن مكتوب سيدانا ودا دايدا لكن عايشة وحينوت المانطي اني اسو دوائين او اذان كبلال يمتك عبد الله يا استهراي اخبرنا يعقوب مركو تنوح وجيدا او شيخ ودلشان ايا بل يؤذان فرادا ودا جربة او الام هايان او اسلا جيبين او اسلا قادي اذانك مثل نوال بحلي بو الام وقت معينة هي ناحية معينة امام مكان معين أو فرادة ومرك حديث تغييرها يا أخبرنا يعقوب إبراهيم الدورق عن هشيم البشير السلمي قال أخبرنا منصور يعني ابن زادان عن خبيب بن عبد الرحمن بن حبيب عن عمته أنيسة بنت خبيب الأنصارية قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن ابن مكتوم فكلوا واشربوا وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا جبر ده مركا يددي ونيساء الأنصارية نبغي وحوله بيتري إذا أذن ابن أم مكتوم ابن أم مكتوم هدو آدامه فكلوا عنا واشربوا عب محايلة فإنه يأذن بالليل بكاد ينطاه وإذا أذن بلال بلال هدو آدامنا فلا تأكل وهصحورانيلا ولا تشرب عب وقت لبعد اللاعي حديث كمركا تقديم يتأخير باكجرة تقديم يتأخير باكجرة واختلف على خبيب خبيب بن عبد الرحمن أي شيخ منصور بن الزادان أي لكو خلافي في تقديم الحديث وتأخيره وحكوا لكو خلافي شكك إنه النبي يقول إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا أو قال إذا أذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم خلاف وحكو جرى مركة شكك وحكوا لكو جرى تقديم وتأخيره رواية كبضان كورو وحهور مريان إذا أذن بلال فكلوا واشربوا فإنه يؤذن بالليل واتحاد الكلالة الدنبيسيو سيدا درت بي حافظ من عبد البر إيو أليان رجب الحنبلي إيا جماعة من أهل الحفاظ وحي إن حديثك أوي هاي مقلوبية حديثك أوي مقلوبية أحاديثك هو رو حي أهيد بلال بهبي نما آذام أو وقت كون لقارين آذام عبد الله بن مكتوم بان الدنبي يساسة هوش كتو تعطي الحافظ ابن حبان ابن خزيمة إيا جماعة من حفاظ الشافعية أيو وحي لي حديثك مقلوب مئه وحادعي كرته إن حالات كلا دوان أي هوش كنت عطوه مركة قاركود بلال وهمين ما أذامي جري عبد الله هنا أومك واقو بريد أذامي جري مرنا إسبدلانو وإيس ويدارتانو وإن المكتوم حقه رمرو بلال الضم بيو مركة حالتها كلا دوان لغو حنبارو أيا في عم بيلي لكن سيدا الراجح لفظ مقلوبة ومحفوظ ضماءها سيدا ويشيغين معد البر من واجب حقبا باب الآذان في غير وقت الصلاة إلا آذان محل عن صلاة بلجوغين أخبرنا إسحام إبراهيم الحنذري قال أخبرنا المعتمن سليمان التيمي عن أبيه أبي سليمان طرخان التيمي عن ابن مسعود عفوا عن أبي عثمان أن هدية عبد الرحمن مل أما مل بمقعي سلي عن ابن مسعود عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل بلال وحو آذامها يا هبينيم آذامي استلده هو المركز شوق الحصول وطلق لي إلا بما آدم سكوينه يلان كروكد من أيضا لازم إليه وذا هالمر وذا آذاماني وخلا الضنبيان أي طيونيكي بحي أحل آذامه هذا وحو أقود بي وقت الصلاة دون جوغين باقون قلين إلا آذامي كرو إن بلالا يؤذن بليل بلال هبينيم آذامها محنو آذامها اللي يوقض إنو توتي أوجد نائمكم كيني شيفي سو إلى أبر وتر جسية وتكذا وحصل هذا أول مرة وليرجع عينه نقض أوجه قائمكم كين حلو دن تجنا سو التوجيهين وليس أي وليس الفجر أكثر معها أن يقول هكذا إنه استدعى له وتأذر له يعني أن يرتفع كذا يعني فجر الصادق وإنه جدبه أو إسبلاريه أو حق أوفاه ولكن فجر الكذب حلو يقنا إنه طاو ليرادو أو مودوستين أو كلي أو كرب أو كذب يضربه أو بابه ومذو يمجد كذب بيو ليوقظ نائمكم وليرجع قائمكم وليس الفجر أن يقول أن يرتفع
أن يرتفع كذا أما أن يفعل هكذا إنه قرء الدرا لما يفجر كربته وإنه بها وسيلة الصبح الله يعني في الصبح سلادي فجر أكتر بكه الله يا مرك حديد كان إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم وليرجع قائمكم وعود للأوية هاي إن أذان كهورا سلاد أيسا لهين وقت رؤوسا لهين علد قونئة وأه الإعلام بقروب وقت الصلاة إن كيس تكن هيرا وكل غدا قريزي أو توسط حورته كي مسك الجوغي أما ملك الجوغينا تكن هيرا مركاسي وتوسط حورته كي جيبين أو توسط مركا أذان كصلاة أصل وحوي وإن وقت إلا وقالوا أن لا أذان من لمن هلقا كل جنب جروا رأي عادوا حبا أه باب وقت أذان الصبح أذانك الصبح يضبط أه يا صلاة الله وطلق علي حل وقت كذا حل قال أذامي حلم الدمر كما يكون كالقاضي أذانك ورنا وحوها ليرجع القائم وليستيقظ النائم منه أها طيب كان دمرنا وجود أذانك الصلاة دورية أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنذلي قال أخبرنا يزيد يعني من هارون الواطقي قال حدثنا حميد النبي حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن سائلا من سؤال ويدياء أي أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصبح فردفع وقت قدب النبي ويدينين مسلمة فأمر بلالا بلال بن نبي وفري فأذنوا أذامي حين طلع الفجر ركواه دلعي أكتب بريء دلعي أي يلي آذان فلما كان من الغد بريتو كلمك لقارواق كبر يمالك مالك 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 حقي أخر الفجر فجر كيبو نبي قدب ودقي حتى أصبر إلى وعديي ثم أمره بلال بو فري وهدنا أذامه إنه أقيم عفوا فأقام وأقيمي فصلى وانا تكالي ثم قال وحوي لنبي هذا وقت الصلاة صلاة وقت الواقع ما لن ندم أنه يردقه عن عديه ما لن نحله رأنقله لكن حو وقت الصلاة دواء التاس بين الإصبار وعند طلوع بيقول حيساء وبعد طلوع مرك وقت الصبح إنه يهي عند طلوع الفجر وإمام كرباه عن وقت الصبح بأن لودي لبدين شغال ضعي شنز أفر أطاعها بين ما إيو سديد بهدي لقاره ولا أعلم وعال ليدي ويقول مركو دلاعه أيا بلال أمر إنه أذامه ساتو أدلي شنية باب كيف يصنع المؤذن في أذانه مؤذن كأذان كمحرق السمعين قال كيف هو أذان أخبرنا محمود بن غيلان أبو أحمد المروزي قال حدثنا وكيع بن الجراح أبو سفيان الرؤاسي قال حدثنا سفيان يعني سفيان بن سعيد ابن مسروق الثوري أبو عبد الله إمام أهل الكوفة عن عون ابن أبي جحيفة عن أبي أبيه أبو جحيفة أبي جحيفة ووهب بن عبد الله السوائي إلى مرعى صحابي قال صحابي حلو أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ينصؤ إمد فخرج بلال بلال بصبحي فأذن وآذامي فجعل وحوق علي يقول إنه ليه في أذانه أذان كيس مركو أذامي هكذا سدى إنه ليه بمعنى ينحرف يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلعمك المري يا أفقى دمرنا ملك لأديا مرنا بدح الله ضد باه تاتوكه الله يا صحابه ومركة المام هاي ينحرف وحوشا شرس أولا ثم تشير هاي يمينا ملك وشمالا بدح رمضوا ضرنا وحيو بضيهين إلى رجل يوم ظاهر النص كذا جاي مويين أنت وش يوم ويحلى ضد بيوا لقنت أم باصال وران مويين أذو ذا اسمه جيري بيش طيب لأن الرواية كلا كل مزع حديم عنا أستقى باب رفع الصوت بالأذان أذان كإن كور لورد قد وقع وأنا أشوف كأدل أن قنين سفع عن له أذامه لأن واحد له أذام إعلامه الإعلام بوقت دخول وقت الصلاة صلاة إن يقش وقتين للجاريب الله غطى للجلي مرك حكمتي وإلا اعتباريه وهو ما دام حتى أصحابي عبد الله بن زيد الأنصاري أذان كريو ذا اللي يلي بلال أذان كوشك محايا فإنه أندى منك صوتا أطلع كعب دير بالي مرك عب دير هو مثلا معتبرة هدية العدرة حتى عكنا أذكر استيقاضا لك الربا يا وحاو بذادو بذن يدور علبة لشيء لكنه عدك بها وبحه وجهينك هو ذكارة إن هل مرواغذنا وحاول توصل وستك مستعجلات عدك هذا ما بها يو لكن مركز حقه أنا أكثرت وحول دقائق هي حق مركز حقه حقه دقائق هي وأنا لو هذا دي مس لفي لو طلق علي صلاة ما نتقوش يا بو اللي أنت ورعزك هيد ذكر إلهي أو
تعليم ربي إلهي تكبير تيسيه شهادة الرسول اللي بيسكاء هاي لكن انت تنبحي على سيه والله بدي شيء أذانك وقد الوريد هاي مركا وإن بيحي ميدك لكيريو ويان وإن أذانك وقتك عقو ديرادة اللي قد لنا يامي وذا دبض المرة يعني من نعيلك لي شيء باب رفع صوت بالأذان قدم لها قاركود وحاوسك باقي إن أنتم نادي أذانك إلى اليوم وين أذان لما قلم مجرى يوروبيا قلبي دي مركا تكتو نتجد من مكرفونه هذا الكاس يريد أن سوقه كل كيا لوين أقرره الباب كهذا تاند ماشى هذا كبه على دبض مغلي ميس أذان كبه عاية الباب كي وحران يمكرفون كي جودها وتوشي هذا يلو أذان هيا مركا أشون كأدين كأد مغلي جرتين دار الأرقم من الأرقم أمبا ماشى كجرة يريد هذا الذي منك لتاعن تينو شكيسنا إذا أما أذان كجودها كرنا عاية ما مغلي جرتين إذا كنت تسترجمها يا أغلى واقعي مقربون لا ربع عليها لأنه لما أقول محايا حقوق الإنسان كان ملكا قد عيسان مركوا ليبكوا إير وضن قال أولي يا حيوهي كما الله تركوضوا إني مرة وكتو جيتنان فاللغي يا بابا إن لغت الشضو باب رفع صوت بالآذان أخبرنا محمد بن سلمة المرادي محمد بن سلمة بن أبي فاطمة المرادي قال أخبرنا القاسم عبد الرحمن القاسم عن مالك بن أنس قال حدثني عبد الرحمن ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعة الأنساري المازني عن أبي عبد الله بن عبد الرحمن أنه أخبره وحوشك أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال له نكي إني أراك أبيه بالو أورنهيا وحورنهيا أبا سعيد الخدري سعد بن مالك إني أراك وحانكو أركا أمكو أركا تحب الغنم أرينا تعيشي والبادية ميجة ميغا إيا أريغا إنا تعيش يبانكو أركا فإذا كنت في غنمك أريغا ذا مكا دح جوكتو أو باديتك أما ميغا ذا أد جوكتو ذا هكا جاردو فأذنت بالصلاة والصلاة ذا أدو أذانت أما إيا للصلاة فارفع صوتك عدك ذا كورو لك وصف عنو أذان كريغا باك هاي ياكو إمان إيو ياكو مغري هاس أورانيني عدك إيريبا لي سيدنك ضلع فإنه مبري شأن لا يسمع مما قلو أما فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن ما أدين كذوق كذوق دنا كيزة مركا وأنتوا تاج معي بعض النسخ مد صوت المؤذن بالقرآن لكن مدى ذات هي اللو بدن يعني فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن أي مدى صوت المؤذن ما أدين كصوت كذوق كيزة أما أنتوا تاج معي وجارب جن جن مما قلوه ولا إنس إنس ولا شيء شيء خلق الله مخلوقات كميدة إلا هضم مقلوب بعض أذان كأنه عيد جاره شهد له يوم القيامة ما أنك قيامك مغرتك عيوه جيدها قوم مغرتك عيوه أذان كأنه رئيسا نيوه قال أبو سعيد وحول سمعت من رسول الله فرنت أن كفرها نبي محمد بن عمرو كما أصدق الله فرأي أبو سعيد ونبي كي رسلاص إني أراك تحب الغنم والبادية الحديث كيف استحيح قطنا الغنم ليس مركو عطق نيري ذلك يعني استنادي يا خير كلا فري أصدق أيو تابعين تي أرضي كدن بيزي فريج أصدقنا فليبلغ الشاهد منكم الغائب أوي مركا شهادة هو شهادة على حقيقتها إسلام إيمان يوناك إيزان الثلاث إلى الانسل تؤلام الزرق بيئنس يجن يمجنادات كورنا كمراتك عهايا محايا لإقابة أم خاتك عنا إلهي سبحانه قادر جنا وإن من شيء لا يصبح بحمده وإيه ولكن لا تبقون تسبيحا أنت ذكر أدواء ويقو عاقلين ولكن جمادات أيوما ومراتك عهايا أذانك يضوقنا وإن مغلى هيا بركة رسالة لي بدخل الملائك باجر جن مسلمين أجر خلقه وفربدن يا كريقا باتي أمه صوتا ولي قن عدك ديره أخبرنا إسماعيل بن سعود الجحدي أبو إسماعيل قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا شعبة بن الحجاج أبو بسام الواسطي عن موسى بن أبي عثمان الكوفي عن أبي يحيى المدني أبي يحيى المدني بل لا بأس به مقعيس السمعان بالغشي له أبي يحيى سمعان بل إلى الأسلم المدني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه استمعه من رسول الله رسول كلاي بحديث كان كم قال يقول أصغوله نبيه المؤذن روح المؤذن كأه يغفر له حالورد أفا بمد صوته أي بسبب مد صوته يغفر له بمد صوته أي بسبب مد صوته لو قيس إرجس أوي يا لو دمرنا أفا عقد رئيس أوي ويشهد له حمرات كعه كل رطب ويابس شيء والبو إن جان أم قيان كل رطب شيء والبو قيان ويابس إن جان وقلان يعني أنت يجن يا بن آدم يا بشر يا وحرا يا جيد يا حجر يا شجر بوا خمرة كعيان ومرك أذانك أنت طيار يسوع
يا دم داب كاظون كفرن يا إبا الله يريد بمد صوتي. طيب بأذان فقط لمد الصوت إلا ديري يا معتبر ويا أخبرنا محمد ثنا أبو موسى البصري نكا محوها يا موسى نبي عثمان الكوفي عين النري أصغ ومقبول بحافظك يدهل بمعنى لن يكون الحديث ما لم يتابع سداسك وجد لكن حديثك شواهدي سكالا كفلا أما ابن حبان أصغ نكا اللي إلى ابن خزيمة حديثك هو صحيح يا لان وين حوجيان أبي يحيى نكا اللي إلى محوها يا موسى نبي عثمان. طيب أما أبو يحيى سوى لا بأس به وصدوق. أخبرنا محمد ثنا أبو موسى البصري قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي أبيه وهشام بن أبي عبد الله بن صنبر عند السوائي عن قتادة بن دعامة السدوسي عن أبي إسحاق الكوفي أبي إسحاق الكوفي وعمر بن عبد الله الأمداني عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته إلهي ملائكته يصلون وحيود عيان أما أمانان على الصف المقدم صفك هوري صفك كنت كان هيا صفك بس ما يدق مصلين تاي صافين تابع اللوجي ذا والمؤذن روح المؤذن كان يغفر له ولود مدافع بمد صوتي أي بسبب مد صوتي بل لود مدافع ويصدقه وحار مايا بمعنى أمه راتك عارف ويهو لعضي سيه من سمع أحد كما قال من رد وحقينا ويابسا وحين قدرنا وقالنا جمادات يجيدا وله حقو هذا أصدق المؤذن كأهب مثل أجل من صلى معه تبكي لسه تكذين أجل كل ما إلهية هدوب أصدق أنتو آدامي حقا أن إمام نقضنا هدوها خير ومن صلى معه وعلى حقيقتها هدي أصدق أصدق إمام نقضنا لكن المؤذن أهانا من صلى معه أي من صلى معه بأذانه تبكي أذانك سقصت وقعي دوق السن مغلية كيمد الصلاة دي صفك اللقاء لي يا مأمومين لن نقضي معه إما بالإمامة أو معه إما بالمأموم وإيه لوضع جديد ما يعني تصل لجلة حديث كان مركة حديث أدر الله قد قال لما هو إيه الإمام أبو حاتم الرازي إلى صدح ميروت إلى لابنه رقم كصدح بغل أفرتني صدح هدنا أفر بغلي أفر هدنا أفر بغلي اللح وحيو حكومي حديث كان إنه خطأ إياهي إنه خطأ إياهي أي حكومي وحنا للشيغية وعلضوا أي تابي إسحاق الكوفي وعمر عبد الله همدانية حيث كبراء ابن عازم مؤتن كما قال قد يضى وشبه حد مؤته حديث وكما قال إنه تنكم غير له بذي هاي لكن يا كجر بين إسحاق السبيع وبين البراء ابن عازم وحكجر يولده ليه وكمد أبو حاتم الرازي وكمد ابن عدي وكمد هاي لبو ذات بكجره ومدك كوبا طلحة المصرف ليلة هذا مدك اللبادنا عبد الرحمن عوسج ليلة هذا وحديث سنتك وحوي إليه عن أبي إسحاق السبيع الكوفي عن طلحة المصرف عن عبد الرحمن عوسج عن البراء بن عازب حديث والمركة حديث كان رواية سورتان حديث تقويسي ماشا كالسارتي لبدا هو طلحة المصرف عبد الرحمن عوسج وخطأ ابن عدي أصغر مبربرين هذا الكه كتاب جيسا كامل كحوله وخط حديثا وانا منكر نوال بويد هذا أبو إسحاق السبيع عين البرانة فقد أخطأ منكر بون ليمد نوال بو لكن سند كحريرياء أصيبي أو شاسي مركة الكاسي مارين على تلاحظين على عراقي قد يدرس هذا وغيسا مرمن حافن حجر أصوه دار قدنا أصوه حوت الماما حديثك قيبتا ضنبي كتابة وله مثل أجر من صلى معه انت ضنبه كتب باللوبة والمؤذن يغفر له بمد التوتيه ويصدقه من سمعه من رطب ويابس وله إلى انت والمؤذن كتب باللوبة وموقوفه أصبه التلمامة وموقوفه وقيب حديث مركوع قيمة وموقوفه لبدا رمضه أصبه التلمامة لكن علّد الحديث هو سندك انقطاع كجر سندك ويا شواهد دوره ليهم ضمن إلى اللباء وانته رأى انته رأى أبدا إن الله وملائكته يصلون على السف المقدم على السف الأول والرئيس انت انضمنا حديث وران قطة مرية أبو هريرة والمؤذن يقول له بمد صوته ويشهد له كل رطب ويابس وحصوها رأي انت قدم بيسة وله مثل أجل من صلى معه فقرر أسئنا إنسان سبناني نبال مودة والعلم عند الله باب التثويب في أذان الفجر
باب التخويب التخويب كاد وحلو جيدا الصلاة تخوي من النوم الصلاة إن لو عليو لتؤمنه والصلاة هي هرددة هرددة خير الصلاة ذاك خير بين الليلة تصور كمد كاسة صنع مد كصو مد والبول لو هردة يوصل هي صلاة أصو قاعدة وغيرة إعلان كراع ودم ب دم ب سبب كبير عيو أكجرين سمعي صلاة الفجر واحدة قمر ينتهي الإعلام يحله هري نينك آدمين وزن من بركتك ودل آدم بيتك كو آدمين عاور وحد الضلو ومحوة محل الذاكرات بل أورنجر عيسو ما هين وحل الذاكرات الله ولو الذاكرات ده سوا بدعو عادري يا محاوة تغنى حنا منانك بقال هذا محاوة تغنى هذا القفصة طيه هذا الذاكرات ده إينا بدعات هاي بيسلب كو مريجنا ولي بس حفظة قاركو ده دايما قال مشاتو يكبح الجريب إن عمر با سوى مسجد فوق علي يا نينك آدم يا ذاك رب الله بس هذا عصر يدور وحي هذا محسوس ده مركزه إذا كان لا طبيعي ماشي نينك مبتدع يا ماشي بيلعب كوب الله لو تكن مين المسجد كذا لكن وكتر المسجد كذا هذه يعني الصلاة خير من النوم ككلمة بالعبية هذا آدم توشي بعضي قرآن كهذه ذكر هذه ذاك رب هذا خصو وضو لكن هذا هو كل رواق هذا هو جاهد مد هذا عصبوي أضل تميل بلا عصبة كأن تقول لقاي اللي معي كما متى ذكر ما ينام محمد لتجوي ما مبتاي لا بكر على وي صلاة الله أعلم وأقيمت الثانيها وإمامك لما لوجه منه ماشون كجوا لا يرتك سدي صلاة الصبح وصلاة بعثانيه فلا أعلم لقد هاي يعني لا بكر الله وي متى هذا أخبرنا زويد مصر المروزي قال أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك عن سفيان الثوري عن أبي جعفر أبي جعفر ومن شيوخ الثور ومجهول مجهول ويا أبي جعفر كان لم يقان بعض أهل علم الحافظ المزي كمديها يا وحلو أبي جعفر الفراء أبي جعفر الفراء هذون غنوا أن ينسقوا إمامه لكن ودي ذي من المهدي أصدق أبي ديدي دونه كوران دونه وليس بأبي جعفر الفراء قضيب الرأوغي يا أرضي حديث كورنا يقول جيدانون وصنع أبو جعفر كا ننك لا يقاننا هاي ننك الأولي مركا الحافظ الحجر على دين مغلطين نقوليج كل واحد مرة يا نوصنع هاي أبو جعفر الفراء ومن المجهور وياي مشيوخي جيانا طول على أبي سلمان أبي سلمان مرعيس همام بالي همام المؤذن بالله يقاننا على أبي محذورة وإن صمر أوس ابن معير إلا إجاده قال كنت أؤذن للنبي وحان أهمدو آلام الصوبانة صلى الله عليه وسلم وكنت أقول وحان أرنجري في آلان الفجر الأول آلان كفجر الظهر وحان أرنجري حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم بعنا ماشي قليس الصلاة خير من النوم بربين وصحابه وحديده وحي على الفلاح مركان إله وحيق جوي الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حديث كان وحاء صحيح ابن حزم يوه وحقد مرك أبو جعفر المؤذن وحقد أبو جعفر كما حقد لي من أبو جعفر المؤذن مرك واصحيح لكن على هذا الحديث هو أنك أستانت تجر لما يقان إن لكن أذانك هوري لجرين جري الصلاة خير من النوم ويقص بناتي أحاديث وربضان أبو كميديا حديث ابن عمر وكميديا وحان الدليل شهد حديث أبي محذورة إيه وتأثر خير من النوم قوليها قبة أذان ككوبات صلاة ولا قارن بل أذان وأذان أي لا يرهي صلاة الصبح إلى ذوي لكن هر ما دام حل الشيف يحل وردل جاي هبين إسكع عيوس جاي تلقاها تيك عين هلا تيدي يرقب قلوب هلا تيقع شيء سلوي عدو مرك وقت وقلنا أذان كتوت كان لعلامة فقولنا يا الدليل شده ممكن أولي وحيو تاغيهين إن بلالا يؤذن بالليل وهي أنا محذور لك تركيزا دعك إلا بقى لأن أدام الجري مدهورة وحلق رمضان باللوضة ذلك كان لغوت توسيو أما لغوت حردونته هي مد ثلاثة أي لها ولي خلاف هو قائم رك قضية هذا الدفاعي كل اللي بقى من حكم إذا عمر حان إسماعيل السنعاني حواشيدي إذا حاشيدي إذا العدة على شرح العمدة إيو يا منحة الغفار حاشية ضوء النهار لبض وعاد بقضية ضوء الله حديثكم مركا رقا ضعيفين يا الكاسي وجيران ونكاسا كجيرا مجهول كا أخبرنا عمرو علي الفلاس أبو حفظ البسري قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري بهذا الإسناد نحو حديث كذا إنه مرينه كالي
قال عبد الرحمن وحوي بعض نسخ وحي قرهين قال أبو عبد الرحمن وأنا خطأ أبو عبد الرحمن النسائي معها هو عبد الرحمن المهدي نين قال الكورم هي قال عبد الرحمن المهدي وليس بأبي جعفر الفراء وليس معها نين راوغا ميش كجري أبو جعفر أبو جعفر الفراء المعروف معها وحاوي نين كروا من شيوخ الصور المجهولة نطلق أركو مركة قال أبو عبد الرحمن النسائي بيكاليا وأنا خطأ سيدا الصحظة وإن لي إذا قال عبد الرحمن وأنا سيدا عبد الرحمن المهدي باللوجد البسري المذكور في السند سيدا صنو النسائي يأكو على الكبرها يسوغاها دان هيبا نطلق مركة أسائي يشيرون لكو خلد من عبد الرحمن كيف استدقاتي إنو يهي أبو عبد الرحمن النسائي أخبرنا قتيبة بن سعيد حدث محيّر ثوابك لو ولي حديث كي لقوا عبد الرحمن بن المهدي هاي أصلنا عديه حدثنا قتيبة بن سعيد قد يدرج شرحه حكم على الدين في شرح سنن المماجع حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الفضيل ابن عياب الزاهد العابد العالم الفقيه عن هشام ابن حسان القردوس عن ابن سيرين محمد السيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صوب بالآذان صوب هذه العلعليو بالآذان تصويب كأسل كيس والروقة العلعليو اللي أنا بقر بهوش اللي قوي علينا هذا قرم بك العلعلين بقى وحي هذا اللوج إذن ومرك اللو آذامه مرك اللو آذام أمر الله أقيمه إذا صوب بس بالآذان إذا صوب بالآذان آذان كهدي اللي قوي علينا الله أقيمه مرك هذه التصويب وترديد الصوتي أنا قم مرك وحايد إذا صوب بالآذان بعيد كان حايدين قرني كان صورة سيدة أما حديث كما يسميها مركبه كتاب عن طوقاتين بدل بين إيري إذا قوي بالآذان آذان كهدي الوعريو إقامة الوعريو فلا يسعين أحدكم مسكينة أرض إليها إلى الصلاة ثلاثيا لوز الرعلين إئتوها إمادة وثلاث ذوت اللغية وليكن عليكم دشي نهاء هذا أستكينة تحصل لوني يوال وقار وينان يوم حائد دقانان فليصلي هاتك الروح توقر ثلاثة ما أدرك وحوها ليلو من الركعات وليقضي هلي ما دو وليؤدبه كريانت يقضها وقضي الأداءها والإتيان طيب فإذا قضيتم الصلاة وكلوري وليقضي هلي ما دو ما فاته وحيطها في حديثها بعض النسق المقرأية لكن سنة صحيحة وإن أوهي من أحاديث المجتبى أوهي مركز صغيه أوهي طيب حنا كربا إذا طوب بالأداء الإقامة نتأملكم حوليه تطويب كل بضاء بالو إطلاقه أما إقامة الأذان كل بضاء كأهدي أما الصلاة خير من النوم حديث رؤوس شيئي وحي التطويب أنت أنك أهين بنانك على ديكم مركبانكو تلمام هيا باب آخر الأذان أذانك أول كسادي تكبير أكبر لغض باب كاسادي نقول رجال مالي باب آخر الأذان أذانك لفظك قدام بين أهل الشيئان لغض أخبرنا محمد معدام عيسى الحراني قال حدثنا الحسن ابن أعين أبو علي القرشي قال حدثنا زهير ابن معاوية الجعفي قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران عن إبراهيم يعني يزيد بن قيس النخعي عن الأسود بن يزيد النخعي عن بلال بن رباح الحبشي من كسب ذهب وكمر محبشي ما ينويد هذا قال وحور بلال آخر الآذان أذانك كأدن بي أذانك يا قديس أما عرف كأدن بي وحوي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ذكر الدلال في السند وغير محفوظ من حيث الصناعة الحديثية علم الوحي رجحها يعني حديث كلنا من حديث الأسود بن زيد النخعي أنه قال آخر الآذان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن دلال سند كلا قليه محفوظ ما إليه ورواد حديثك ورية حفاظة وويلة توريكا ميديا هاي عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود بيكدقين وكان آخر آذان بلال أو شو قلت حين بيليه كان آخر آذان بلال لا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله مركز ذكر بلال في السند وغير محفوظ طيب نبي شبيع عبد الرزاق مركز حديث كوريان من طرق كوريان أو معاوية عن الأعمش ومن أثبت الناس بأعمش يطوري يكوريان ويخلافين زهير معاوية الجعفي ويخلافين تاسنا مسلم ورن لما أها حدثنا سويم نصر المروزي قال أخبرنا يعني إن أذانك تقضم بكلمة هذه مرن بضنك مجرى بعض الشيعة يا خلاف لغسل يقول لأنك واسط
أذان قدام إذا خريدا بلا يتبع حسين. أخبرنا زوج النصر المروزي قال أخبرنا عبد الله المبارك عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخع عن الأسود قال كان آخر آذان بلال. ثم مركا نسى يهولي سبب بلابي إن حديث كذنبه محفوظ كأها وبلال الإنسان كالوش يقين أه أي أدن بيسي يكيهون وهر مريين. قال أسود وحيري كان آخر آذان بلال بلال آذان كسوح أدن بيسي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أخبرنا سويد بن نصر المروزي قال أخبرنا عبد الله المارك عن سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود مثل ذلك كأسكر مركة أسكوري بس ضمحور ربا سفيان بالله بشغل ماشي كله إمام كحوز علي سفيان عن الأعمش هنا قرآن سفيان عن منصور بها لبضع الشيخ بكوك الخصائية. أخبرنا سويد بن نصر المروزي قال أخبر عبد الله المارك عن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي عن محارم دثار السدوسي قال حدثني الأسود بن يزيد عن أبي محذورة أن آخر الآذان لا إله إلا الله هذا بألبس سمعي حتى كي أبي محذورة لبدل ما أدون الصبان وعيمي وحاول يعني آذان كسنة وحاول دم بإلا إله إلا الله وسند كلو مركة حوجينية سند كي يحريك هو حوجينية. الآذان في التخلف عن شهود الجماعة في ليلة المطيرة الآذان أذانك بأبابية في التخلف عند التخلف مركة الله يحره عن شهود الجماعة جماعة كسوق يبقل كذا في ليلة المطيرة هبين كخوب كلها وفعل بمعنى فاعل ولا دايرة في ليلة المطيرة أي الماطرة هبين كخوب روبين هي يعني هذو روب دقة هي ومركة أن السوبح كريم إن جماعة الله يحره هي كذب لأنك مؤدين كآه ومدو أرد واقف جري أذانك وحكب الدلع هي. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار المكي بعض النسخ عمرو بن دينار ويقوي لكن هو الصواب إثباته في السند عن عمرو بن أوس بن أبي أوس يقول أطول أخبرنا رجل من ثقيف من خير ثقيف وحنور شيغي أنه سمع منادي رسول الله رسول كلاه مؤذن كيس مقلي يعني أصبه له يعني وجد في ليلة مطيرة في السفر في ليلة مطيرة هذين روبيت في السفر حالة كونية يعني في السفر وحالة من الفاعل أي حالة كونية في السفر نبي محمد مركزي سفر كجرة أمام أدن مكان مسافر أو مركز سفر لي يعني. يقول أتقول حي على السلاح حي على الفلاح صلوا في رحالكم صلوا كنت كذا في رحالكم من سابان كينية ألابتين وماشيت أقابت وماشيت كنت أدقنت أي التنظر كبرة ترتوب كبرة دي حالة أكبر هكذا كنت كوي عم أزو أذن إن شاء الله يماشي اللي قلت كان ما دام الروب ودعا أيون بركة هدوها بين مطار جرو أذانك وحالك يوم ويصلوا في رحالكم وما دي الروب هذا اللي نحيى على السلاة هدي اللي يلي يحيى على الفلاح وحيقول عيسى وينكي إيمان كري أما مسك الجوغي صلوا في رحالكم لصاحب العذر بن عيسى مركه والله كلمه او قتيه صاحب الرقطه وصلوا في رحالكم ان قاسو مسك دحف دي اما هلكن دوبه جوغي اسو دبايسكو ان اما ايمان كارنا وحان لي وايمان كارتانو حي على الصلاه ولمن اراد الاتيان اليها صل حي على الصلاه اذا سلاكو لكن صلوا في رحالكم واذكر الرقطه ايغو با قادن اسديد مايا اي والله ويرود ولو دبك كل جيدة كل استعداد ساس وإذا قرصت لي وإذا محيلي بعدي صلوا في عام ماش أي ما ضو وإن حي على السلام الجويبة حي على السلام حي على الفلاح ماش وإن لقى ساره وأنا مثلك ابن عباس أسو أمر الجريبة هاد مركات قادوا هلك أيضا هديهم بورن جري فلا تقول حي على السلام ولا حي على الفلاح بل قل الصلاة في الرحال أما صلوا في الرحال أسو واحد في الجري لكن ابن عمر يا جماعة من الصحابة يوحق بين إن لبضه هران الله سوقه لقونا الدارو أصلاة في الرحال ومركا لبشبه دعايو ننك إيمان كارنا وحاوطة اللحية على السلاة ننك إيمان كارنا صلوا في رحالكم مركا مولك العبها هيام مريني إزديدي ما هيام بأورنجنا أيوب وقابكاس بيت المامان إن عباس بأسوه لكن جيري جيري إلا الرحال يا سيفا ولعذر ذات ما يجي دنا من عمر يسح يكوي حديثه إيوام حي أذانك لفظك اللي قوي ما يتغني لكن أضوء الصلاة في الرحال مغري أما حي على السلام ولي وحفوف فرن
ruqsadina aqimadina ad ka joogtaba waxa ka dhayn lafdiga ku dagaalamaya ma aanay xuquuqdii isbedelayo oo waajib ku noqonayso imaarashu kama hadlaya akhbarana qutaybah ibn sa'id عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أذن بالصلاة صلاة جبوا آدامي أطيع ابن عمر آدامي في ليلة ذات برد وريح هبين قبو هي ضبيل طاحبة هبين ضبيل ضعيس قبو نجره ما يشاء إذا ضجنان بيهي ما كدو الشيء هذا من أمك اللي جوا قول بان كان بيحكاء والضجنان اللي يضوى عمر وقيل كل راعي الجري وما لنا سوى خليفة الطمري وآد وقه الله طيب خلافة بقول ده بيزيد مطوع مريض قش يا وضو حق هرنا يطعن ملايين من المسلمين قال الله يسوعنا حق الله سعود لحظة يمرك ويو المي مكاسة العمر واسدة حنقرن بوري قش من أدرك إنسان بقى حن نقطع يعني هلا إرمانة وقوارن كل راعي جريبه وأباه خطاب وراها أباه خطاب إن أدو قلب سن أرجب هابور مركز وجراع جري أولي إدي بجري ورفضن جري هضنا وحان الكابو لحق يا حق يا أمير المؤمنين بلوها يا أبو نعمة إلهي يا نظر إلهي كان يبان يعني يا الله إلمنها يا أبو ملك أبو قشب أهلا كل راعي جريب وأركي عمر مقدة كان تكارا لربي سبحانه وتعالى ملك لجنانتو ميشا سوي ميلها الكاسو ابن عمر أصغو صفر هبين تقي أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح بلجنان رواية العضي سيبا فقال وحول على صلوا في الرحال مركو آلامه يحول على صلوا في الرحال نقول مجلس كنت كذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن رسول كلا وحول أمر جري روح المؤذن كان إذا كان الليلة باردة هبين قبل مركي لأوعوه ذات مطر ولبرهب ليئة يقول إنه إذا ذكر جري أي أن يقول ومن آيات يريكم البقر كليك دقان طيادة أن يقول أنت باكا حتفا طيب على صلوا في الرحال كنت كذا قريه هنا رحالتنا وجمع رحل وحال لجة ماشي أدنك على بطيق وطاله حديث كان مركة اللي باع علو الشيء هذي والو حالة شيء ليلة باردة ذات مطر ذات مطر مركة ما شرط بقى إن ثوب كو قبل الله تعوضه مسوحا أن كو كافتم إذا حتى الضبايش المرض الضبايش كعان يضوفانه ألا صلوا في رحالكم باب اللابن مطر كان طلوا في رحالكم وين هذي كل ما نوا طلوا في رحالكم هذي كل الجوك سدان مدول بإسكي كوك قرتنا وطلوا في الرحال يعني وعي الله ما إذا قاعدة ترتيب الحكم على أوصاف المناسبة يدل على وحدة العلة قاعدة أصولية وين ترتيب الحكم على أوصاف مناسبة يدل على وحدة الفعل العلة هذي محوها الشرع وكحر حكم كشرع على أوصاف مناسبة وحكوتها يا وترتيب كاسية تعليقات على وحدة العلة علة أني كلجين تاي وأقول ولكن لم يستقل بعضها بالحكم يعني وحي لو يقانوا التعليل بالوصف المركب التعليل بالوصف المركب وصف مركب حكم هو الملبوع اللي كرا مثلا القصاص وجوب القصاص وحكم شرعي وجوب القصاص حكم شرعي هدو يا هاي وحاشرت أمرك الروح القصاص إن إن دل هلو دل كان أو عمدي يا هاي عمد قال ولي عدواني يحد قدم ياي وين روح وقص إنه كد وقش ولي بكوبرتو بآلة تقتل غالبا طيب هذان رباح كوبرتو أن أنا رباح وقش لي لكن إلهي ما ود كان يقولي أن نصب حربا رقبا كنت يحيد بابك بضيبة قرر في وقت قلاته ونفسه كعب بعضي إذن محاهاي وحوي وحلمها يعني كاني قتل هو ليما وأنا عمدي لكن محاوله عدوان معها يعني انه الذي يقوله بتدعان الرباحه غالبا لو ما دلته مرك وجود القتل والعمد وخطأ يمشوب العمد ليش لقى ساره هي عدوان قوامح واوصاف مركبة وعلة واحدة مقنية اذا هذا وحينه هينا الا صلوا في الرحال اما الترخص اما التخلف عن الجماعة وحكم شرعي ولا شيء وحال وحده لكن اذا كان في ليله ذات ريح وبرد وذات مطر البرد والريح والمطر مصدح وصفي واستيمد او كونه سمي عله واحده ترتيب الحكم على اوصاف مناسبه يدل على وحده العله عله واحده بيتوت سواء محي إن لم يستقل بعضها بالحكم معنى حنوجدنا وأجزاء العلة
أجزاء العلوي. المطر وجزء علة، البرد نوى جزء علة، الريح نوى جزء علة. صدحنا مركا لهيلو يا حكم كان شرعي اللي هي مية وهديها بينكو قبوية هاي خوب نداءها هي، لكن ضوفانية دبل أوسا ودنين أثلاث في الرحل مدر كمية مثل دبيش كلية هي قبوك كلية بضان اللي ادو قادن كرين هي روبك إسكي مدو البواعي لما استقلت بذاتها أو حوم شرقة أو كل حرانيا صورك والي سبما إلا تاي تصالة قابا خلط المشكل بي فقاد وحيد هذه إذا مس أحد فرجيه لم ينتقل وضوءه، لكن لابد هضوء طابته ويكبر إيزابا ده لابد هضوء عن ثمريه ويكبر إيزابا محاجر علي لابد محمد البحوم ترمس نحقه مرك هضوء مت وطابته حاجة كتير اسمع الله يا ماله من إسكاف وصل إسكاف طابته، لكن مرك الله وقع عن مريه وحوي الذي مسيه هيوه. المهم أو ثابتا أضع على شيء مطر كي برد كي برد كي يشك ريحها، ما أوصاف مجتمعة بمعنى أجزاء علة واحدة مية مسواعية المستقلة، البرد يستقل بالحكم مثلا، والريح تستقل بالحكم مثلا، والمطر يستقل بالحكم. مثال عندنا مثال حوي صدح له مركل لهلو يبغى وصعوده ودجرة من بحكم كيرجلاي وإغلف عندما إلى طال. أصلك مرك واسدة وهذا وحيد أن هذه حكمك الغيح له أوصاف مناسبة وحكمتها على وحدة العلة، وأن كل جزء منها وأن كل واحد من الأوصاف نقول هي جزء العلة وقرما، لكن بشرط إن لم يستقل بعضها بالحكم. هذه حديث كلي هي الدليل كلي أو كتوته إن بلدك بدك إتكي أصاف رحل الله كلي مطر كنو قوري أهانتي ورخطة أوكيني ومحوظة هاي إيشاق ريحي إذا بيشتنا أي قوري أهانتي أوكيني هادين له وانك بحينا وحانينا وعلى المستقلة عيلة المستقلة وي بحدي قاسة أدوكم ما يشاكو الجيرة وحامركع عدي حديث إيمان دونتا وحديث من عباس وكمد يو إيمان دونة هي أحاديث فربضان وحاجة تنسيان صنونا وتستي هي رواية الحديث كلا تجيز أولي هاي وحاجة تنسيان إن مطرك هي بردك هي الريح بأيهن إلى المستقلة إلا ومدول بأي إلا مضح بنان هذا كل مانا وأخير وأضوك حق النكاتي حق النذكر كالتابتي حق النهيلي بجيل عني ومعي صدح إلا مدول بإسكاد ويسد أجب يتوي مطر مزماء مدول كليها دوكو هبسدنا ويسد واجبيسا هذه بردك بردك يا الريح يا مطرك أكلمه وهي بقيل يا الناس يا كاري إذا كتابة شو أكلمي هطين مطر إتكي الله هل نوام حي والناس كاتي مدوني لغاية مدوكرة وعلا مستقلة روايات الحديث يا أحاديث لو حدثتن أن كل واحدة من المطر والبرد الشديد والريح العاصفة إن يهين إلا مستقلة بذاتها يحكم كإتكي دوكيني أبو مركو السلا. أصل وحد كدل لمحادي مركو هوري ترتيب الحكم على أوصاف مناسبة يدل على وحدة العلة وأن كل واحد منها جزء العلة إن لم يستقل بعضها بالحكم. قاعدة تسع قرآن ما يسترن طيب. هذه دليل كلاو قطوطه. أجدادا علة إن مدل بإسك الحكم قاعدا هذي كل ما أن النبضي خير وي. هذي كلا تقع نول بوحيس وقاعدني. مركو حضيتا علة مستقلة وي. وحا كلو مركا كجر تاقاعدكم عمر آنت الماني في ليلة بالي مالنك هدو ربعه أما مالنك أي الضبيل الضفان الدلعان أما يضو برقن يحر الله يضري للجوغي يعطر للجوغي يضهر وحقبوه وعركوه اللي سودة أيه مشرطبا مطرك يبردق يضبيش الضفان تؤني في ليلة بعان ويهبين نمكو بيقمان مثل حتى مالنك وعلمت نما وحيد أنا الأصل في الأوصاف ومحي الأصل واعتبار الأوصاف التي في مورد النص نص كم يشكو من الأوصاف تقط من الاعتبار يوي الليلة مالك الله من معه هبينك وعلوسي ومجدي ولا صورة حراد وهوش وكد بضنطعي مرك كون وقوع البرد والمطر والريح في ليلة
ما الله اعتبار مثل الليلة مالك ولا مديان مالك ولا مدي عندنا شافعي وجب عن لينا الليل والنهار وان اسمد بان لينا وجه عند الشافعية هبين يمان هذه برد يريح يمطر بعوا نفس شيء رواية حديث أولى وحاكتمت في الليلة المطيرة والغداة القرة هبين كالروبين أنا أررت قبو وحاكوا الحديث لكي يمد إنهم مطروا يوما فرخص لهم ما نبا ركودة يسحابه وقبطي مركز حال صلاة في الرحال مركز ما لي يهبين إنك الصومانيك مرقى الله وقرعه أيوه وذا الجراء ما لي يهبين إيو محوها يهدين مطر اللي هيروح حكم كوا عام وي. هذا هو الراجح مركز دليل كلاته طي إنه حكم كابين خاص كوا هاي الصلاة في الرحال مركز وحكوا لكوها يا حقين لكلم ما أذانك مركز لما يو يلا ضبدني يسميش حي على الفلاعي على سلامة لقين هيا علوم وحيلي مركز أذانك لما يو رواية بارا أي كالقاتين قول لقبحه أي الله إيمانية لمن وحيليه إن الصلاة في الرحال مشهد للجلي وهذا هو المناسب أيقول أدل يدلي شدين ابن عباد حديث المكمل هاي الآذان لمن يجمع بين الصلاتين في وقت الأولى منهما مساجد وهابيض وأتكمل الصلاة في الرحال إيوه الصلاة في الرحالكم أخوانك يتبليق إيوه تفيد تصلوا لما بقارن باب كان قصاب الآذان لمن يجمع بين الصلاتين في وقت الأولى منهما لو تقول وهابيض بريهن تم وزير البحيان وجوجين هيان يروح وحان سوق ان مرك روب حقوق دواء ما حقوق مخو اايا وشو صلاتبا الصلاه في الرحاد اللي يداه هذا الروب دريام هاي امال اسي لغا مر لا ياي با لو كيري ما ادين دير دانا صلاه في الرحاد طيب الاذان لمن يجمع بين الصلاتين في وقت الاولى منهما الاذان لمن يجمع بين الصلاتين لينك صلاه الجمعيه يسكو دراي اذان كي لو وصل نيو لو جدي في وقت الاولى منهما تورا وقت اذا كو جمعيه جمع التقديم نك جمعنا يا صلاتها إلو آذام إنك لك أخبر إبراهيم هارون البلخي قال حدثنا حاتم إسماعيل الحارث أبو إسماعيل الحارثي إبراهيم بن الصمري من صدوق وثقاية إلا أن حديثه عن جعفر الصادق وإسكال الله شيء إبن المدينة أبو الحسن بإسكال الله شيء حدثنا جعفر محمد عن أبيه محمد علي الباقر أن جابن عبد الله الأنصاري قال استار رسول الله رسولك إلهي باس عليه صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة إلى عرفتين فوجد القبة تنرذب هلي قد ضربت أيضا الله قدسي له أصدق النبي الله قدس بالنمرة ميشا النمر لو يقان وعرفة ملك دقان كان أصدقائي ثم كحق من الله يماده طيب فنزل بها وادقي حتى إذا زاغت الشمس ورحنا مركا يعطيه إذ كبرت يتكلى حتى الظهر لجاري أمر بالقصوائي هاشي دقاها بفايد من نبي وأمرين لرهدوء يريد اللبوع عليه فالروح لد له والور هري حتى إذا انتهى مكو نبي قلتوك علي إلى بطن الوادي وادي النمرة خطب الناس تطكب أخذ به بطن الوادي إذا قالها لكن معده إذا ما كانت ما دول ثم أذن بلال با أذامي ثم أقام فصل الظهر بلال با صلاة الظهر أذامي مركز أذن أقيمي ظهر من نبي قلتوك علي ثم أقام عصر كبو أقيم فصل العصر ولم يصلي بينهما شيئا استدل حديث قلت المعيبة يا دلد أبضا أنت استقال الراجعة من حيث الدليل هذه الروحة مسافركة أما روحة ثلاثة وجمعنا جمعة تأخير أو جمعة تقديم وحاونا أكثر نقول جمعية بآذان واحد وإقامتين هل آذان وصلاة ظهر اللو آذان ومركز إيا اللباء أقيمات صلاة اللو بلياي علماء قبتاجر اللباء آذان إيا اللباء أقيم استدل هران بكلا أهاي أمد والبآذان عقمات أولا سي ضيهدنا أولا وحي وثيب بيكو كل من أولا تسلمها يا مجر وضعها لما هالكاسي مرعين لما أنه حالي أمه ألم مبجره بإقامة واحدة لكل صلاوة صلاوة بها وطنع دورك الله أقمي ولا تكن هذا نوح الله أقمي هي صلاة عطر ولا تكن هي معايا عيد الله يا مجر ولا تكن ومن جمعين مركا حي على الفلاحي على صلاة مجر تيه أي نوقي حقوق بركيسة كانت عليهم بإقامتين بآذان وإقامتين بآذانين وإقامتين صدح هذا المذهب أي أضو ماشي جلسة وحان وحيوب بذن المذهب كاد داست حديث كبير شيء أصدقنا حديث جابر إيوه حديث ابن عمر إيوه أي كعديين حديث عمر إيه ابن مسعود إيوه وأقوال أيوه إليم الاجتهادي
باب الأذان لمن جمع بين صلاتين بعد ذهاب وقت الأولى منهما. جمع التقدير هو يقول بدور مية جمع التقدير بنقطة زين. هذا هنا إلا أذان أما الله يقيم جمع التأخير. باب الأذان لمن جمع بين صلاتين وحباب يعني أذان كي أو أذان مني كلا بصر القدرة عيب. قول ملاكي وحالة بعد ذهاب وقت الأولى منهما مركو تقل لبدي وقت كتير هوري بمعنى وهم حتى تاضد وجمع التأخير هذي. طول كباب بحي عصر با للجمعية. أخبرني إبراهيم نهارون حديث هذا دروق رواية تقريبا من المسلوع عليهم. أخبرنا إبراهيم نهارون البلخي قال حدثنا حاتم إسماعيل أبو إسماعيل الحارثي قال حدثنا جعفر محمد جعفر الصادق عن أبيه محمد علي الباقر عن جابن عبد الله الأنساري قال دفع رسول الله رسول كلاهي أي دقاقي وكدقاقي وهي من عرف وكدقاقي حتى انتهى إلى وكنت ذو قاري إلى المزدلفة مزدلفة إلى وقال هبين كالطبنات فصلى بها المغرب والعشاء مغرب عشو كنت كذي مزدلفة بآذان هل آذان وإقامتين يلا بقى قيمت ولم يصلي بينهما شيئا صلاة المغرب يتيع شيء خاتبتنا مؤسن قرنين وحراتبة مؤسن راعين ظروف حاجية باهبة اللو جمعية سنيسي ميشا مجرى وهي. أخبرنا علي بن حجر بن ياس السعدي قال أخبرنا الشريك بن عبد الله النخعي عن سلامة بن كهيل الحضرمي عن سعيد بن جبير الأسدي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنا مع عفوا قال كنا معه بجمع ابن عمر بن لسبع عني سعيد بن جبير وحال الله إياه قال ومركوا سعيد بن جبير كنا معه بجمع كنا معه مع ابن عمر بن لسبع عني بجمع بمزدلفة يعني لجوني مزدلفة ابن عمر لجوني فأذل ابن عمر بآدم ثم أقام وأقني فصلى بنا المغرب مغرب النتجي طيب ثم قال حولي الصلاة صلاة ضرؤك أن تكن صلاة أن يقلو فصلى بنا العشاء عشيبا دلجي حالك بركعتين أما صلى الله بركعة الله فقلت محارم ما هذه الصلاة صلاة محارم عيبا ابن عمر صلاة انتي لفقة ارتدنا طيب لو أنا محامر لبضر الله أقيمها قال حولي هكذا صليت مع رسول هذا المكان ماشا مزدلفاء إن هذا طاق قوت جيهي بأن نمحك قلتك أتدر وقلبه يورك الجوجي هكذا صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان عشوه قابا والله برك عوض يمغري قوتد عشان طارق عوض بآذان وإقامتين هل كان قوتنا كنت قريبا ينكا ينكا خلطا حديث مركة من عمري في جبل وصمري معانها نيو حوتيين باب الإقامة لمن جمع بين الصلاتين إنه أقيمني الصلاة جمعين هيا قرآن آذان بوقفة الإمام هذا إقامة بالجون ولا بحاجة إنه من إسلام كدة هيدا إلى حديث ورب وقيم كسر علنا جاي أخبرنا عن صنع أبو مسلم البصري قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال لكن سر عصبك طريق عصبك كين هاي قال وإن إبن صور شيلون سنة ساي حديث فعل بن بالسند والمتن إلا أن يضيق عليه المخرج حدثنا شعب الحجاج عن حكم من عتيبة الفقيه وسلمة بن كيل الحضرمي عن سعيد بن جبير الأسدي أنه صلى المغرب والعشاء بجمع إنه عشيه مغرب كنت كذا بجمع أي بمزدلفة جمع ومزدلفة هو نضع وحلوق بعيي ومضى كل طوال الشيء وحكى والله الشيء النبي آدم يحاوى كل ماي طيب من نبر برجع تحال لقى صوري ويشيء كتب التفسير إسرائيل في رمضان من هندية لقى صوري هندية لقى صوري آثار بضم بابا كتمت مركا دور صور بيتانها يحاوى آدم تلا واقع هي كوب تزود أنا هي مزدلفة كل مين مركا لولا أبا كل ما جمع تاسع لقى بحين وذا ذا شيء كذا نقطة ماشى جمع مزدلفة بإقامة واحدة بإقامة واحدة لكل صلاة وجهة هل إقام لكل صلاة طيب ثم حدث سعيد بن جرير بصلاة يالي لهرام بأسك عشر لبري ثم حدث وكسب وكشر علي بن عمر أنه صنع مثل ذلك أي بإقامة واحدة لكل صلاة وي ابن عمر روح وطبر معها آذان واحدة إقامتين لكل صلاة هل إقامة صلاة ديبا مكروان ورواية مختصرة وحدث ابن عمر ابن عمر روحه شري أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ذلك نبي مثلاث وخلية لي مزدلفان وكسمي أخبرنا عمرو علي الفلاس قال حدثنا يحمي سعيد القطان قال حدثنا إسماعيل ابن خالد البجلي إسماعيل نبي خالد البجلي عفوا قال حدثنا بإسحاق السبيع عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه صلى مع رسول الله بجمع أي بمزدلفة
بإقامة واحدة هل إقامة كتك أي بإقامة واحدة لكل صلاة وي للصلاتين معها. أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم عن وكيع ابن الجراح قال حدثنا ابن أبي ذئب واسمه محمد عبد الرحمن ابن أبي ذئب أبو الحارث شيخ الإسلام المدني عن الزهري عن سالم عن أبيه سالم أبيه الزهري ويطلق انتنبع إلى طائف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بينهما نحن محمد جمعية بينهما أي بين الصلاتين بالمزدلفة الله صلى الله عليه وسلم عشية مغرب صلى كل واحدة منهما حديث كوعده صلى كل واحدة منهما بوحكوت كذي ومنهما من الصلاتين كاملة بإقامة واحدة أي مع الأذان في الأولى وي. رواية بضمكم حي عضيين الأذان في الأولى هي إقامة لكل صلاة ولم يتطوع مصر ميسان النبي قبل واحدة منهما ولا بعد لبدا الصلاة المغرب كي يعيشها مثل كمله هرتيدي قال عشان مثل منه مصر ميسان وي. باب الآذان للفوائث من الصلوات عباب يقولوا على مثلا لها التقيم صلى الله عليه وسلم مالك الله قضين هينا إن آذان كده أي وطان يأقيم الدولي بعض النسخ وحيد لها هيان باب الآذان للفائث من الصلاة وماشى فوائد فائد بالكبة دلواء اسمد وإفراد يجمع أموي. أخبرنا عبد علي الفلاس قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا ابن أبي ذئب محمد عبد الرحمن بن أبي ذئب قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري وأبو سعيد الخدري يقول عليه عبد الرحمن عن أبي أبو سعيد الخدري سعد بن مالك قال شغلنا المشركون شغلنا المشركون قال لنا نجاه ولي ونجا مشغولين يوم الخندق مالك جدك إلى القضية أو مالك أحزاب عن صلاة الظهر صلاة الظهر بينجا مشغولين حتى غربت الشمس إلى يقول رحضوا بعضي وذلك أركان وحوءها ودعي قبل أن ينزل في القتال ما نزل أحكام القتال والجهاد أنتم تستودقون ما نزل من الأحكام وذلك قبل أن ينزل في القتال أي في أحكام القتال ما نزل وحي تستودقون فأنزل الله عز وجل وحوك وكفى الله المؤمن القتال أنتم دقالك تحلوا ويقول لي سعادوا دقالك تحلوا لي أنهم يقولون فرديين فرلق هذا إلا بابين منافقين يا مخلصين أي كربحين وليهم كله طيب يسودوا أحزاب أيضا سودة جينا لك رب عني فأمر رسول الله رسول كلاه باقري بلالا بلال بحب فرينه آلامه أما أقيمه فأقام لصلاة الظهر صلاة الظهر بأقيمي بعض النسخ وحيدها هي فأذن فأذن لصلاة الظهر اسمه دي ذهي أنه أقامد وأسمد أقامد وأذان يرويه فصلىها نبوات كذلك كما كان يصليها في وقتها حل يسمك التاغان تايسو تكنجرين اي اوتو كدي قضيه اوتو كدي ثم قام ضواقي مع العصر فصلىها كما كان يصليها في وقتها سيده وقت الاوتو هو قضيه اصلا قضاء ويددك وقرار اجابي قلوب قلوب كسي لما اقول سيده رب ترتيبين جلت اي ميزانا ام بالقضيه هنا اوه دوري ثم اذن للمغرب مغرب كما نبقوا اذامي بعض النسخ وحيدها هي ثم اقام فصلىها نبي قوات كذا كما كان يصليها في وقتها هذا مرقوع مع صلاه تقول قضين هي ولو اذام هي ولو اقيمها يوي صوت منك اي وكربا باب الاجتزاء لذلك كله باذان واحد والاقامه لكل واحد منهما صلاه هذه اللي جمعينها يو ان الاذان لو كتومي هي صلاه ولو اقيمها يعني هذا دي بالله هو شو دي بسعلي أخبرنا هناد بن السري عن هشيم بن بشير السلمي عن أبي الزبير محمد بن مسلم تجرة المكي عن نافع بن جبير عن أبي عبيدة أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال وحوري قال عبد الله بن مسعود وحوري إن المشركين قال ذي عربال قريشية هو نجدين تغطفانين تبعلت بعضي شغلوا النبي كهوليون كمشكولين عن أربع صلوات أفر ثلاثات يوم الخندق مالك قدك الكوري جي حلب حصلاتي فأمر بلالا درب النبي فريد فأذن وآذن ثم أقام فصلى الظهر كدنا وآقمي صدوك متكري ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء سلاك مركب النبي قلت حديث مركب أبي سعيد الخدري أزوان مرين يكن عبد الله يبا صلى الله المامي مال لغم الشغولي إلا تكون معظم الصحابة وحي آيان ويا أما النبي خاصة ينتهي بأمني خاصة آيان
أفر بها حديث جابر أما في صحيح كجرينا وحوء صلاة عصر بأن بقى عبد العبطين لبضا رأيه بواجرة حافظتهم وحكو جمعيين يرد ربهم وحفاظة وحكو جمعيين إن أي خندق التحدثي تعدد الواقع والقصة على هل ما يباشر ما يباشر ما يباشر مدى للتلفة ليه إلى إلهي سبحانه وتعالى نسري وصوك يا ليه مركة ما إنه حقا نبقوا لدافية وقلتوا رجل وذي عثر وتكموا ما إنه أفر طباء لدافية وارسوا أي كلات لما رب يجالوا حسودة هنا يستود الله يستود نافان ويستود اللابان خندق كسب البودان أما ما يقول الله وطلق إلا قمره أي حيو كفة مران يستيح قصة مياه مركة هو شوية أدكي باب الاكتفاء بالإقامة لكل صلاة هذا وحيوب دير حقصها الله إن صلاة ظهر الله آذان كوة ضمان الله عقيم وصلاة لقضين هاي آذان واحدة هي إقامة لكل صلاة الوقف وانا سيد الراجحة هاي أحدنا يبضل ميز بين مني هذا وحيوب دمانها بكي أها صلاة والباء ملك الله جمعين أما لقضين هاي وعوي هل أنا مثل الوقف تمايا عفوا هل أقيمت بل وقف تمايا بمعنى صلاة والباء أقيمت لكن آذان مجره وهذا كان الدرع أخبرنا القاسم من زكريا بن دينار الكوفي قال حدثنا حسين بن علي بن الوليد الجعفي عن زائد بن قدامة الثقفي أبو السلت قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله السنبر أن أبا الزبير محمد مسلم بن تدرس المكي حدث محوشي عن نافع ابن جبير بن عقبة بيي أن أبا عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود حدثهم جمعوا والرمي والنابع كمذيه محمد أشعر أبيه كتب أن عبد الله بن مسعود قال إنه يري كنا في غزوة دولان بأن كجر رئيه دقال فحبثنا المشركون وكنت وحي نقاح النبال ونسكر جلين وآيين إن أنتكنوا عن صلاة الظهر صلاة الظهر بنقاح بسيك يو العصر والمغرب والعشاء عشي عشي واتقنا أصبه ولم بحل لك وقت سواء ديراضي وقت سواء ديراضي حتى ذهب شطر من الليل وأنك صوم مري فلما انصرف المشركون قال المركي قدومين فقدوا إلهي حرسك ونقاق هذا أمر رسول الله مناديا نبي يقول إنه آذاماء أي أمرين آذاما فأقام لصلاة الظهر فصلينا صلاة ظهر بأقبي آذان كتوس كان الله مأمنين طيب فصلينا ونتكني وأقام لصلاة العصر صلاة عصر بأقبي فصلينا هذا ونتكني وأقام لصلاة المغرب فصلينا وأقام لصلاة العشاء فصلينا ثم طاف علينا نبي قال نوتو جزء أما نقول ريلي ونضحم ري صعوه قلب الشبين حقوه يرحم هذين مرال كبان في عين ثلاثة بأطافي قال ذي لبكي ذي بأطافيين ويكرحم هذين نبي مركة وإن هوشة صلوشة يقوه تفريدي حدود ما أهيني هذا هوشة يا صعوه إذي وضيعت كاتي وذا ذا قرقون وحديث معودة للشدان هذه الصلاة بجهات كلها جمعين وهي صلاة الله تأخيرني جمهورتنا وحيليه ما هو منصوخ حديث كان وانت ان لجدينين صلاة الخوف ان لجدينين باي آهيد بخاري يا أوزاعي يا جماعة من أهل العلم أو حتى أدود منه كثير منه كمين رقم وتفسير سمرين يا وحير رجحة يا الحب هو محكم وحنا سخنا نمجره طيب صلاة الخوف حيلي قان تكنهر أن تكنينا هذه صلاة الخوف الوسم ويكور الحارض في عون إن صلاة المطايفة آتكته فرجال أو ركبان آتكته أو فرس كاذية بابور كاذية أردائية أما عقاها كأردائية تقال الله ما آتكته إن هذه أردائته وحيلي قد تقال كأردائية ما صلاة وقم بالطوقة لأن الله بضع حلاوة بنان تجد عليه شيخ السلام المتيمية خمنا رقا قبع رأيه إنه محكم يا أسنى المنسوق أهين هو شانا أردائي الله ما طيب سيدو هذه محاكمة الجب كودة أكلة وحال ليش كي نوان حمر أيوة قصة ورضي لا دوب لأي أنت تكنين بل ليش هي قال لك سبيل لك لي يا عي الدارد التوبية مغطى القراء عين مريك بطاتك الدقين هي إلا حالو عطم الوقت الطمالي الدارد باكرا في جسي وضبع بقول سنة كهر الدارد بابا بيسي مركي هالقم هي يعني إنجليز يمحو أطلياني يو أحمار بأي فودة قلن هي سيب كي يدروش محاجبي مركي قال إلوذون ويدو ورلوح لك قادي وهي مع الصومالي والله تعطاه سمالي والله تعطى قال لي يا سيد كي حرتي سلودوني كدي عرك لغيب ولا دون مركع عرك ان لقد قيا لغا ريابا كو هدا ادونك جوغي مجاهدين تدغالمو وخ لو بابي وا ديارادا قاوي سيف عم بي مركا سيو دراسه نور بامين مركا اي حاجه شواغا ان كو جيره با امن كو جيره دبك جيره سمالي عور غوناي اي حبار غوناي كو دحامو مودا دي بناي لاينه سغالكا اي ان سي برلاي با حبار كو دحاي
مسيبك عذرك كجلام با خد عي ممن الله يبلا عقابها يا كل أول ربيبا خد عيسى حلقة أيضا بقول صنع كهر بسيبك جميستو دولي وكسر بلن بلد قال معي وصدح ملحة حبشتو هالكاسي هركسو دوليسة كونفور إنجليز كإيمان هيو وقوي يبري وقوي برو إنجليز كإيمان هيو صدح حاجة بلوس كمان جري صدح جيس بلوس هذا قال مجري أنت وقائدك أنت بدنا وقائد ولا يسنجري لكن الصومالي بيجيب سيدك سيدك الصومالي بيجيب سيد رسالة يستفي مباحث المنافقين وحكولة جاي قبيل الصوماليات وإلى الدجال الله من قاشا ما إني قادم قيس كبي مال بكتير بوجه وحقيقة من رجل مجاهد عالم جهادي قيس إلى الدجال الله من أن إبابينن أن ديجا جلن أن رجع اللهينن أن قال إيسر راعي هلك قيس بكتير بيمار شيخ حسن برسنا قيس كي وكده دجال الله مجري وتقرن إنسان بيلته إلى يوم من هذا واسيد مر والبا أمضى عن قلت دوله قال كريم أي من هذا يأيده للقاضي وسحر ساح لكن محاول المركي من إسلام شجرة الكوفيد والوقع منها يو إسلام لو قصبها يو وشاركك شو ما وانسي بور كجر شارك إسلام قاسيبني لقوله يا وقال كقول ترى مركز بلا يد على عيدا عرط وحاد الرمي دبي يو مصبار دبي أنت اللي قضيها مصبار جيل ولا جراعي مركز جيت هلايبا لحوري لما تدقني لما تشقني مصبار محيجي حيزة سلم يدقني منك يتوقر عي الله هذا البناه لا لني تفرقي لهم والله كونها يا موقتي جيتك وقالها هي مركي جيتك مصبارك والله الله يحوري لما تشقني محديد اللعين حوري سل سل من يدقني لنك يسوى كونها هي بردك هي يستع هذا الله الله يعني وحوهي لبك الجيرات ما لنوحي لهذا ايه والله تركوه قدنها يمانا بويسيني جيد يقدن بها قهرما يقدين ايه قرطة ماشي لقوقة ايه اللي قويدينها ايه جيد يقدن بها قهرما ومركي جيتك وحوري قدنها يمانا بويسيني قبل كيبا كوجره سوم متى سوم بدون تيار يرى أنت هذه أضيع خروف وتوح قتل ميسى عد حتى تقول ميسى لكن مرة أنتي ملا عاد ولو طلع عنهم طوق وتتجر لي أطوق وتتود بدون تكو ضابطه وتعم لا بد عم تفكر وتتطاط ترابه جيت كتعارك دقيالك كربع حيزة متى يسمى مرة حول جيت حول بدون إيمان بويسير الجبل كيف بجرا جاربه ميسى ما ميسى دكتور هو إسلام شيعان هيا هيا أمضك باب بين هيا قديات أسمك وقديات محلو شايدكو أما وحام أن دان حكم كهو حكم محكمة أما هل هو حكم منصوص يا شيخ أصبح حد أجهد آذان كخصي يعني أقيم الدى صلاة لقد جمعي بها كخصي فقال نبو حول ما على الأرض عصابة يذكرون الله عز وجل غيركم ما على الأرض أدونك كمتقن عصابة كوح يذكرون الله حتى يسيطب أحطها وحقيقة عز وجل غيركم إذن أنك أهي مركي هذا قدرين عليه لمن جه هذا هاي صلاةنا حدوثنا هي تكن هاي وحي مركز الظروف أجي دابا مريد أدونك بإذنك أطارني استرتيبية حقا نتدالة مركز وحاويان وإن روح مسلم كأه وهنك لقصة روي باب الإقامة لمن نسي ركعة من الصلاة هذا بالله توفيق.